اهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقه جديده من برنامج بالحفظ والصون على شاشه تلفزيون الراي. الساعه بالحفظ والصون عندنا الساعه اللي فيها نشوف منافسه مختلفه عن اي منافسه شفتوها من قبل، ونشوف منو يفوز، منو يخسر، منو يزعل، منو يتحسس، منو الذكي، منو الشاطر، منو المثقف، ومنو اللي عدت عليه بدون لا تكون الفلوس عنده بالحفظ والصون. إذا أنتوا جاهزين أنا جاهز، نبلش حلقة جديدة اليوم مع ديربي الثانويات، وثانويتين يدد راح يتنافسون، وراح نشوف منو الثانوية اللي راح تكون الفلوس عندها فعليا بالحفظ والصون. حياكم الله، بلشنا. بالبداية خلونا نرحب بخريجين ثانوية فلسطين عبد الله حيدر، حسين أبل، وعبد العزيز عابدين. السلام عليكم. سلام سلام، مساك الله بالخير. مساك الله منور. شباب انتوا دليل ان الجيل الجاي انا لازم ما اوقف يمه. طالع كذي. أسلم عليكم شيء. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ الحمد لله، بارك عليكم الشهر. عليكم. انت لا تقول لي ليش تقول كذي، ما قبل شوي واحد من ربعك الله يحفظه الله يحفظه، ها ابو علي شنو قال لي؟ لا والله مو ابو علي، عبد الله حيدر شنو قال لي؟ قال لي يعني خلنا متفاهمين كلنا نفس الطول. جرحني، خلاني ابلش البرنامج ثقتي مهزوزه بعمري شوي. جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. جاهزين تشوفون منافسينكم؟ جاهزين. أكيدين. خريجين ثانوية يعقوب الغنيم، عبد الرحمن المرشد، عبد العزيز دشتي، وعبد الوهاب المسعي، حياكم. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. يا هلا مرحبا، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك مبارك. يا هلا ومسهلا، شلونكم؟ الحمد لله. شو اخباركم؟ عساكم طيبين بخير وصحة وسلامة. شباب شنكم رسمين هاوفر؟ لا صح؟ ما حسيتوا؟ كنا الموضوع رسمي شوية. لا لا ان شاء الله ما في رسميات. لا اي ما ابي رسميات اصلا ان شاء الله. لا وانا ما ابي رسميات. اصحاب اللي تامر عليه. جاهزين تكسرون راسهم؟ طبعا ان شاء الله. ما اتوقع انا داش البرنامج ما اشوف احد. داشين واثقين ان شاء الله. ها؟ داشين واثقين، لا تحاتي. شباب صعبة صعبة. بس كلام شباب. لا دقيقة بس 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 عزيز، وين لسانك الطويل قبل شوي؟ أكلت القطة لسانك؟ لا موجود موجود إن شاء الله بالحلقة يطلع. أوكي أوكي، جاهزين؟ جاهزين. 1500 دينار لكل فريق بهالحلقة مقدمة من ماكي، وراح نشوف منو اللي بيفوز بال 1500 بآخر الحلقة. في كل الأحوال شباب، في كل الأحوال شباب، في كل الأحوال أنتوا دخلتوا السحب على سيارة جي إي سي إمباور الرياضية. يعني كذي كذي داشين سحب على سيارة. اللي يفوز بالسيارة شهر كامل من يدق السيارة سلف، منو يسمع بالسيارة؟ علي نجم. أكيد علي نجم. الله عليك. الله عليك. الله عليك. احنا دائما نسمعك قبل اللقاء وان شاء الله بعد. والفايز بسيارة جي إس إم شهر كامل، ها؟ راح احط كاميرات تجسس بالسيارة اتأكد يعني بدون ما تقول. اوكي، شنو اسم فريقكم شباب؟ نفسه خريجين ثانوية فلسطين ولا في اسم؟ ثانوية فلسطين. ثانوية يعقوب الغنيم ولا في اسم؟ يعقوب. أحب الولاء والانتماء دائما. ثانوية يعقوب الغنيم أحبه، يعني إن نظل إحنا على نفس الاسم ما نغيره. زين شباب، علشان نبلش عدل، سعود محاسبكم أعرفكم عليه، هو راح يحسب كل الفلوس اللي موجودة، هو راح يحسب إيش قاعد تفسفسون، إيش قاعد تصرفون، إيش قاعد يصير ما يصير. شباب فواز موجود يقوم بنفس الدور. نعم. حلو. ايه. سوى لكم هارد شيب. ايه. لازم نسوي له نفس الشيء. بس ترى خداعين. لا ايه جلاد. ايه. لا لا ايه يعني عرفت اللي يعطيك من طرف لسان حلاوه انه ترى احبكم وشيء. ايه. بس لا صار وقت الخصم احسن لا واحد زي قلت لنا لا زي. ايه. ايه. نفس الشيء سعود. اي لا لا بس سعود بيكم شباب معاه صندوق. الصندوق فيه له مفتاحين، مفتاح يفتح الصندوق، مفتاح ما يفتح باب الصندوق. ليش هالمفتاحين وليش هالصندوق؟ عشان نقرر اللعبة راح تبلش عند منو فيكم. إذا فتحتوا باب الصندوق راح نبلش من عندكم، إذا ما فتحوا باب الصندوق راح نبلش من عندكم. علشان أنا خلال الحلقة ما أحب أحد يقول لي والله علي أسئلتهم أسهل من أسئلتنا، ما لي شغل، أنتم بتحددون الحين. إن شاء الله. تمام؟ إن شاء الله. تفضل سعود، حياك. تقون يفتحون باب الصندوق ولا؟ علي أنا حظي قوي. خلينا نشوف. عندي بين كل شيء. أنت؟
يعني الحين ما حد يقول لي اسئلتهم اسهل. لا لا, لا فعليك شو اسوي بهالحاله انا؟ مفتاح بس افك عمري. لا تكسر الصندوق على ابوك. ما فتحته؟ شكلها بتبلش عند عبد الوهاب المسعي. بس على فكره مخرجنا مخرج البرنامج العزيز الغالي حمنتش محمد عادل بلوشي خريج ثانويه فلسطين. وجه له تحيه. والنعم والله. فقاعد يقول لي ثانويتي شوي شوي عليهم. ابقى قابلني سوي له كذي. إذا أنت خريج ثانوية فلسطين أنا ولد الأندلس قريب على صليب الخليج. أكيد أكيد ما يحتاج. اسمع. ها؟ شنو نقول له؟ أقول أكيد اسمع. يقول إيه اسمع. زين جاهزين؟ جاهزين. نبلش الجولة الأولى واللي هذه قوانينها. الجولة الأولى تتكون من 9 أسئلة حق كل فريق، وكل واحد بالفريق راح يجاوب على 3 أسئلة، وراح تكون مدة كل سؤال 15 ثانية بس، وكل سؤال بسعره. السؤال الأول بعشر دنانير، الثاني 20 دينار، الثالث 30 دينار، واللي جاوب غلط رح ينخصم من فريقه سعر السؤال، وإذا جاوب صح ما رح ينخصم منه شيء، وفلوسه بتكون بالحفظ والصم. أنا غاثتني هالورقة هذه، أحطها ترد تزلق، أحطها ترد تزلق، وبعدين ايش اسوي فيها؟ اطلع حقهم هذه حقهم. لا حقهم لا وين شوف عليها معلومات لا يوم المعلومه. تقول امتحان فاينل. زين جاهزين؟ جاهزين شباب. لما تشوفون السؤال مسموح لكم التناقشون في هذه الجوله والتشاورون بالاجابات، ولكن اي اجابه قبل التايم غير محسوبه، بمجرد ما يبلش التايم تعطوني الاجابه. اتفقنا؟ اتفقنا. عيال نبلش عند عبد الوهاب المسعي، والسؤال الاول يقول: لغز إذا طقيته طار، وانشقيته طار، وانقطيته طار، وانخشيته طار. تايم. آه شباب. إذا طقيته طار، وانشقيته طار، وانقطيته طار، وانخشيته طار. الورقة. وسار السم. الورقة. ركز ركز. خلص الوقت. عطني. كلام. الكلام. إيه. واضح بعاد كلش صح؟ هو 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 السؤال في لعب بالكلام. كلا انت جيتي بالالغاز وانا كلش. والله قاعد يقولون البلونه. والله مو قاعد يقولون، هو المرشد اللي قاعد يقول بلونه. المرشد اي هو اللي قاعد يقول بلونه بلونه بلونه. زين. ها شباب تعرفون؟ لا لا احنا ناخذين سؤال. اذا جاوبنا راح يصير شيء ولا عادي؟ شلون؟ اذا جاوبنا عادي ولا لا حيل عادي ماكو شيء. صدق؟ ما عادي بس شيء. طير؟ طير؟ ركز. ها اذا طقيته طار، انشقيته طار، انقطيته طار، انخشيته طار. لا 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 هو انا خصمت 10 دنانير خلاص. صح عليك. زين قول جابوا ولا لا؟ انتوا قلتوا لي بالونه وهي مو بالونه. قلت لكم في لعب على الكلام. هو طار طار والله قاعد يقول لي طار. شنو طار؟ طار ما عليه. طار طار طيران صقال. قاعد يقول الطيران طيران. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا ومسهلا بحسين ابل ابو علي. هلا بالحبيب. هلا بالغالي ابو الطيب. سؤالك يقول: لغز اذا كليت نصه تموت، بس اذا كليته كله تستفيد. تايم. شنو هذا؟ كانت تفاح. شعبالكم بس عندكم. يبي له الحين هما صقال بالطيران. لا شو تفاح؟ تفاحة؟ لا لا لا. يا ويلي. لا. تايم. إيه. عطني إجابة. اسمك. زين تدري اذا قلت لك الاجابه ايش كثر راح تحس الموضوع حيل تافه؟ زين عطنا 5 ثواني. 5 ثواني بالضبط. اعطيهم شباب؟ لا لا مار طبعا لا مار. هو الخصم لان هم في لعب على الكلام هني. حلو حلو حلو. مو راضين الشباب يبي يلعبون حق. حلو صح. والحق حق. احنا مع الحق دائما وابدا. الخصم 10 دنانير. حلوين. والاجابه هي سمسم. ان كليت نصه سم. وان كليته كله تستفيد سمسم. بس انت كاتب نصه مو سم يتسمم. إذا كليت نصة تموت. خمسة. سم.
بعيد 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 السم عنك يا اخوي. فعليك بس. اوكي خلصنا لعب على الكلام؟ خلصنا. نروح حق السؤال اللي بعده. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. شلونك يا ابو سعيد؟ بخير مساك بخير. جاهز؟ دائما جاهز. سؤالك يقول ما هي عاصمة قطر؟ تايم. دوحة. دوحة؟ قول. دوحة. دوحة والإجابة صح. حبيب. عابدين. هلا والله. هلا والله. يعني جد الحفاظ. جاهز؟ جاهز. سؤالك يقول ما هي المدينة التي تلقب بمدينة الجمال والحب؟ تايم. عاد والله سهلة شباب، والله العظيم سهلة. مدينة الجمال والحب يا جميل أنت. جاوب جاوب بس جاوب جاوب يا حبيب قلبي أنت. جاوب باريس. باريس والإجابة صح. عجبني عجبني. دقيقة منو اللي جاوب صدق؟ والله لا والله قلت لك يا جميل. قال ميلان يا حبيب. واضح إنك حبيب يعني. لا 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 أحب أمي بس. الله يحفظها ويطول بعمرها ان شاء الله يا رب. عاده احنا هذا اذا توهقنا اقول احب امي والكويت بس بس ما عندي شيء ثاني اقدر اقوله هني. مرشد حبيب جاهز؟ تعال. سؤالك يقول في اي منطقه بالكويت يقع مستشفى مبارك؟ تايم. مستشفى مبارك الكبير. خلاص مستشفى مبارك. ايه اسميه مستشفى مبارك. منطقه اي منطقه توقع العدان ما ادري مستشفى العدان. في مستشفى العدان بالعدان. بسرعه مشرف اجاوب خلص. كم وقت السؤال لو تبونه بس خلص. يصير ابوقه. يصير ابوقه. فاهم ياك بقى شوي. بدايتها يبوق. بدايتها اي يبوق يبوق. هو يقدر يبوق السؤال. يقدر يبوقه ويجاوب عنه هو. يصير سؤاله اللي كان المفروض يله يجيكم انتوا. فهمتوا قصدي؟ بس هو ما باقي السؤال. مرة ثانية إذا شفتها بس تشتري هذه الخاصية تشتريها ب 30 دينار. حلو. مو ببلاش. أيوه بوق عيني عينك وأنا قاعد أقول لك يا هلا لا 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 ها ترى أنا يعني أنا مزرق لك وقت لين. لا بس خلاص بس لا لا بس خلاص خلاص خصم 10 دنانير هو بالجابرية. ما عليه ما عليه بعيد علينا ما عليه أطول أنا ها. أنا قلت كلنا متساويين بالطول. ماشي 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 ما يقصد كذي والله صدقني ما يقصد كذي. ماشي يا عبد الله ماشي. جاهز؟ جاهز. سؤالك يقول ما هو الغاز المستخدم في إطفاء الحرائق؟ تايم. فانوس الكربون. لا تخلون عبدين يعصب. تأكدي من فانوس الكربون. الله يخليكم. شنو؟ يا عمي صغب هيدروجين. لا مو هيدروجين. فانوس الكربون. أجاوب؟ فانوس الكربون. هيدروجين. أنا أشوف إنه خلص الوقت. إيه خلص. خلص. وأنا أشوف إنه مرة ثانية سمعوا كلام عابدين. الإجابة غلط. ثاني أكسيد الكربون. قلت لك أنا لا تسمع كلامه هذا صاغب الكيمياء والله ما يدري. شباب خلكم على قلب واحد. فريق مو متفاهم. هني مو متفاهم. واضح وياك صح عبد العزيز. والله اتفق. واضح واضح شباب. أوكي. هادين هادين مع بعض كلنا فريق واحد. وين من أول شيء قال لك ثاني أكسيد الكربون أنت مينون. أول شيء قال. سمعت سمعتني. زين. مو عاجبني وضعكم. برفع قيمة الأسئلة إلى 20 دينار. جاهز؟ خليك جاهز إن شاء الله. سؤالك يقول كم عدد النوتات بالسلم الموسيقي؟ تايم. أنا وين والموسيقى وين؟ لا إيش دعوة إيش دعوة إيش دعوة إيش دعوة؟ عشان تعرفون لما ندشها يعلمونا تفتي في تف يحفظوها. والله 11 إن شاء الله. والله داعش ان شاء الله. خل اجرب اقط اللي عندي. على الله على الله على الله شو اسوي. على الله على الله. والاجابه غلط. خصم 20 دينار. سبع نوتات موسيقيه. زين يلا استفدت معلومه جديده. حلو معلومه والله. شو سالف جاوب. ايش فيك عابدين؟ شنو اللي مضايق؟ عزيز علون. لا تزعلونه لا تزعلونه. ابي اسئله اصعب والله. تبي اسئله اصعب؟ لا بعدين. انت عارف الاجابه؟ دقيقه دقيقه. كنت عارف الاجابه؟ اي سبع. انت كنت عارفهم؟ اي عارفه. زين شنو السبع نوتات موسيقيه؟ تفضل. يلا عابدين. انا اربع عددهم. ها؟ قولهم. دو رو مي فا. دو رو سول لا سي دو. نو دو ري مي فا سول لا سي دو. دو بعدين لا ترد دو بعدين خلاص مره ثانيه انت بس. دو ري مي فا سول لا سي. ما يصير ما تعلمتوها بالموسيقى؟ بلا بلا ما يعطونك بس بالسياق تسمعني على ايامنا يا ابتدائي. علمناها والله بس يعني ما قصروا معلمينا بس تكسر منك.
تكسر منه. والله العظيم انك 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 رجال نجودي. أيوه. والله العظيم ولا تبي تطلع احد مقصر. الله يخليك. والله يعني تسلم ايد من رباك يا اخوي. الله يخليك طول عمرك. هلا هلا حبيبي مسيو شلونك؟ شو اخبارك؟ جاهز؟ جاهز. سؤالك يقول ما هو سبب تسمية قصر السيف بهذا الاسم؟ تايم. في سيف؟ سيف مو سيف، اسمه قصر السيف مو سيف. لا 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 مستشفى السيف. عشان مستشفى السيف. عشان مستشفى السيف. ما كان في مستشفى وقت. يعني قلت كسور روس كان يصير. بلى. خلص الوقت. شو اللي جاوب؟ سقطنا يا علي. زين في تغيير إجابة؟ ما في. بس مع السترايك يا علي. السترايك ماله وينه؟ خلص الوقت. إي صدق. وين الصوت؟ ما هو سترايك. 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 أيوه. إي زين. وأبي مرة ثانية بعد لأن الإجابة غلط. هلا هلا. اسمه قصر السيف لأنه قريب من البحر. قاعد اقول لك عشان كذي قاعد اقول لكم يا جماعه السيف مو سيف. يقول لك يقصون روس ايش روس الله يهداك. لا اله الا الله. ما عليه ما عليه عبد العزيز دشتي. هلا حبيبي علي دندشي. لا انا الحين فجاه صرت حيل مؤدب. ها سؤالك يقول كم عدد اسنان العقل اللي هو ضرس العقل في فم الانسان؟ تايم. عاد والله شايفها بالانستغرام بس نسيتها. منو فيكم اللي شايفه انستغرام؟ انا شفته هل تعلم بس الوقت ايه لا يخلص. ايه خلي الانستغرام على صوب. 64 والله ما ادري كنا عدد كبير. لا ثق بنفسك. اربعه شنو اربعه؟ منو اللي قال اربعه؟ هم لا هم هم انتم ما حد فيكم تحدث. لا 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 ساكتين ساكتين. اربعه شنو 24؟ والله ما ادري. اربعه والاجابه صح. حلو اقول لك ثق بنفسك. سبع سنين حاط تقويم. ما لومك نسيت ما راح تصيدهم. شنو؟ لا لا انا في احد ناداني. لا 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 اكيد 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 اكيد. هاي نشوف عبد العزيز عابديني اذا جاهز يجاوب ولا جاهز. جاهز جاهز. سؤالك يقول ما هو اسم الاكله الشعبيه الخليجيه التي تستخدم فيها الشعريه والسكر والبيض والهيل؟ تايم. متاكد بلاليط. بلاليط بيض. بلاليط بيض. بلاليط. بس اكله واحده. اسمها بلاليط خلاص. بلاليط بيض. اكله واحده حبيبي. بلاليط بلاليط. اسمها بلاليط بيض. اي مقول بلاليط 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 بيض. صاحبكم مصمم تبونها بلاليط بلاليط بيض. بلاليط بيض. هو بسالكم سؤال. دقيقه. هو منو فيكم ياكل بلاليط اصلا؟ ما حد. تاكل بلاليط؟ اي. مع بيض ولا بدون بيض؟ مع بيض. والله العظيم كفك والاجابه صح. بلاليط هي الإجابة عادي. بلاليط بلاليط بيض. بلاليط بيض يعني بيض مكتوب بس. وهو صاج والله الريال عنده منطق. يا جماعة أنا شايف في تفكك أسري بهالفريق. خلافات إلى ما لا خلافات. لا 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 ليه شوف ليه ترس خلافات. وين مخرجنا ثانوية فلسطين ثانويتي؟ لا 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 قاعد غشمر شو قاعد غشمر. لا تزعلون والله بفركم بس مو هذا عشان اللي قلته قبل. ايه بينا الحين حزه. عبد الرحمن المرشد. انا والله انت مستحي كنا داشين بنخطب وياك. ولدنا رجال والنعم فيه من البيت المسجد. ايوه طيب 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 بعد اسمه 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 صح صح. جاهز؟ جاهز. سؤالك يقول معادلة حسابية 10 زائد 89 ناقص 84 يساوي؟ ناكلهم علمي واحنا ادبي. شنو؟ كلهم علمي واحنا. والله سهل. انتم كلكم ادبي؟ كلهم علمي. والله لذلك اشعر بالانتماء. عزيز انا ادبي. 15 والله والإجابة صح. برافو عليك. عاشوا عيال الادبي. عاشوا عيال الادبي. عاشوا 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 علمي. ها اوريكم اوريكم. انا خريج ادبي. انت يوم كل شيء وياهم ترى. انا خريج ادبي. اسمع انا خريج ادبي هم مو معطيني وين بالمره. يعني قلتها ثلاث مرات ابي احد يرفع لي ما لافع عليك كاني قاعد الجوله الجايه. شنو علمي شو بي الجوله الجايه اللي تبي؟ لا انا شنو كنت قاعد اقول؟ قلت خريج ادبي. ايه مفروض صفقوا لي لاني خريج ادبي. حاضر ادبي ادري وانا ايش قاعد اقول. عورت قلبي يا عبد العزيز. كفك وانا بعيد طول الحلقه بناديك بلاليط وبيض.
جاهز؟ جاهز. سؤالك يا عبد الله يقول: معادلة حسابية 27 زائد 71 ناقص 90 تايم. 27 زائد 98 8 8 عبود انطط انطط 8 8 عبود حبيبي عبود عبود حبيبي ها 27 8 8 8 8 انتوا ليش مو واثقين فيه 8 واثقين ريال طول الجوله قاعد يجاوب صح واثقين فيه والله صح كفو عليك يا شباب صفقوا له شباب والله يستاهل يستاهل صفقنا صفقنا يستاهل والله واحنا رياضيه والله برافو عليك هذا العشم فيكم شباب نرفع قيمة الأسئلة إلى 30 دينار حلوين شنو ايش فيك لا خلاص قاعد اسمع اكثر لا والله يعني بالك اني انقطع الصوت خلاص ما الظاهر مو واثق فيني لان اقل نسبة لا 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 عاد تدري اقول لك شيء يعني انت شايلهم للحين ولا اسمع لو بعتمد على حسين اسمع حسين مشينا روح 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 خلوه بروحه راح يشيل الثانوية كلها كلكم فيكم الخير والبركة يا شباب ونرجع مرة ثانية عند عبد الوهاب يا هلا بغال سؤالك يقول ما اسم آخر مسلسل جمع بين الفنان علي كاكولي والفنانة هيا عبد السلام تايم يا الله يا الله والله طلعت نصيحة علي كاكولي فنانة هيا عبد السلام شنا اللي غنى غنيته نفقه ما اسمها اسم آخر مسلسل مو غنية آخر مسلسل مسلسل كسر الدنيا والله مالي نتفليكس الوقت خلص انت قاعد لهم حسين قاعد لهم شيء في المحامية تفضل شنا شيء في المحامية شيء او شيء ايه محامية شنو ذكية يعني انت عندك نص الاجابة الحين محامية شنو بس خلاص بس خلاص 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 عليهم اروحهم رياضية وياكم لا احنا رياضية روحكم مرياضية عندكم اجابة لا والله ما أنا آسف خصم 30 دينار محامية الشيطان. أوه. يا ما لا راح أتابع. أيوة راح أتابع. شباب أنا أقول لكم أنا أنصحكم ها سووا فيهم نفس الشيء. لا فعلي. كانوا مو راضين. أوريهم. كانوا مو راضين. أوريهم. بلى بلى. حسين أنا فتحت باب الهجوم على نفسك أنت. عادي عادي. سؤالك يقول من هي مؤلفة مسلسل لا موسيقى في الأحمدي؟ تايم. ربك سبحانه في خير جو دول ليام دول ايه الدنيا تدور الدنيا تدور الدنيا تدور والله الدنيا تدور شنو هذا العوده ولا اتذكر ود حسين طز عيد ثلاثه اثنين ود حسين ود حسين هذا خبر جديد علي ود حسين تلف مسلسلات انت ايش عرفك بالفن حبيبي والله 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 يا حسين يا حبيبي الإجابة ما تعزيز أنت اللي أنت هي الكاتبة والمؤلفة العزيزة منى الشمري والإجابة اللي قلتوا لي هذا كل شيء يعرف كل شيء يعرف كل شيء يعرف بالدنيا سبحان الله كل شيء يعرف بالدنيا وقاعد يجاوب غلط وهو يعرف ورا ال 15 ثانية جاب 15 ثانية زين عندك يا عبد العزيز جاهز؟ جاهز طبعا سؤالك يقول أين يقع نادي خيطان الرياضي؟ تايم خيطان سم خيطان سم سم الله عدوك لا قال لك سم خيطان 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 والإجابة صح حلو حاضرين حلو يعني أقول لك أنت الموضوع لاعبنا ترى هذا ما نقدر نقول له شيء لاعبنا لا. إيه. الله يوفقك يا رب إن شاء الله عزوز عزيز وعزيز إيه سمي. سمي ما تشوف اثنين تذكية أبو سعيد سؤالك يقول بماذا تسمى منطقة كيفان؟ تايم خليتها بلاد الكويت بلاد الكويت إيه إيه معلوم معلوم الرمان في لا تحاول موضوع عندي لا 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 كنافة رايك اسمع خمس وايد شو الموضوع؟ لا لا خلاص والله ما ادري يعني لقب قالوا عنها من ايام الغزو معروفه ترى معروفه الاسم. كيفان الصمود صحيح كيفان الصمود زين شلون جاوب عنا لانه خلص خلص وقت خلص الوقت ما شباب احنا باقي 10 دقائق على المساك خلصنا بس الله يجزيك خير يلا نرد بيوتنا يلا طولت وايد شباب اسف خصم 30 دينار واحد صعب عبد الرحمن جاهز جاهز سؤالك يقول ما معنى كلمة الكوت؟ تايم الجزء
القصر القصر الصغير كنا اتوقع او التل الصغير او التل الصغير يا القصر الصغير يا التل الصغير هي صح الكويت لا 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 مو الكويت هي القصر الصغير كان نقول القصر الصغير القصر الصغير او التل الصغير تايم تفضل القصر الصغير او التل القصير شيء كذي اتوقع والله تل غير عن قصر اثبت على واحده فيهم تل صدقني يعني واحده فيهم صح تل القصر الصغير او التل الصغير تل ان شاء الله خصم 30 دينار هي القلعه او الحصن يعني مو مشكله مو مشكله ثق بنفسك يا اخوي والله قاعد تعور قلبي يا اخوي انت وقاعد تخسرون فلوس وانا اللي قاعد ازعل عند منو السؤال عندي لا حبيبي كيفك وصلنا لهناك شوف عبد الله انت يعني ليه الحين شايل الفريق لا تخيب ظني يا اخي لا تخيب ظني عندي الموضوع سؤالك يقول ما معنى كلمه ربادي تايم ربادي يعني ما له خلق يسوي شيء ايه يعني تنبل هذه على طول عرفتها ايه على طول سهله سهله شباب عرفتوا ربادي ايه عرفت ربادي عارفينه ايه شكلها مقطوط عليكم بالبيت وايد ايه. لا لا بلا رباده بلا رباده يا شباب بس جاوبنا اي والله صح ومن قال لك اني انا حسبتها غلط صح يا سلام ليش يا سلام اخر سؤال في الجوله الاولى كان عندك الحين صار وقت الكشف عن الميزانيات بلشنا الحلقه كل فريق منكم عنده 1500 دينار اما الحين خريجين ثانويه فلسطين بقى عندهم 1400 دينار حلو حلو ممتاز ممتاز خسرتوا 100 دينار من اول جوله ردها الحين وايد وايد عاد 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 اول جوله خريجين ثانويه يعقوب الغنيم بقى عندهم 1400 دينار احنا اخوان اخوان وحبايب اخوان وحبايب الحين تقولون كذي شوفوا الجوله الجايه ايش بيصير شوفوا الجوله الجايه ايش بيصير تذكروا ان انتم اخوان اكيد عسى الله يديم رفجتكم وصحبتكم دوم ان شاء الله يا رب احنا ما تفرقنا فلوس لا الا بهالبرنامج اي لا فاصل ونرجع مع الجوله الثانيه في بالحظ والصن الجولة الثانية مكونة من 10 أسئلة حق الفريقين سعر أول 5 أسئلة 50 دينار وثاني 5 أسئلة 100 دينار باختصار اللي يعرف إجابة السؤال يضغط على الزر بسرعة في حال جواب صح ينخصم الفريق الثاني سعر السؤال أما إذا جواب غلط بيجني على فريقه وينخصم منهم سعر السؤال انا شايف اني ابل ريجي بعصير تايم اول بالعافية. كان ودي اعزمكم والله بس لا لا شويه اناني بعصير تايم انا احب انا بروح عصير باندا خصوصا عندهم مبرد اينشتاين الله عليك الله احب الباصات شكرا شكرا جاهزين شباب جاهزين شباب هذه الجوله ما فيها غشمره سؤال واحد نفسه حق الفريقين ياخذ اللي يعرف اجابته يطق على البز شباب ايدكم ورا ظهركم كلكم لازم لان البز ينضغط اول ما يبلش التايم اي بز ينضغط قبل التايم غير محسوب واذا ضغطتوا البز قبل التايم لو مهما كان السؤال سهل راح اخصم 15 دينار مخالفه اقتضى التنويه يلا روح حق السؤال الاول بقيمه 50 دينار السؤال يقول اذكر حرفين من احرف الجر 15 دينار مخالفه 15 دينار مخالفه بلش الوقت لما يبلش وقت اول بلش شفتوا شنو قلت انا توني شنو قايل بدايه خير زعلتوني شباب اشوفكم على خير نورتوا لا 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 نبيك نبيك والله نبيك لا 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 نبيك والله الوحيد اللي معطيني وي وجابر بخاطري عبد الوهاب الله يخليك اسفين اسفين الف ما قصرت المشاركه والله حبيبي يلا ايدكم مره ثانيه تايم انتوا شفتوا اللي انا شفته شباب مع بعض بالملي مع بعض بالثانيه عندي عندي حظي قوي منو منكم بيلعب حجر ورقه مقص عزيز منو منكم بيلعب عزيز وعزيز ثلاث مرات حلوين الاولى يلا حجره ورقه مقص
تأخر والله تأخر. لا لا تأخر ولا بطيخ ولا تأخر ولا بطيخ. يلا يلا الثانية. حجرة يبا شباب انتوا قولوها انا اقولها ان شاء الله. يلا حجرة ورقم يقص. حجرة ورقم يقص. حجرة ورقم يقص. حجرة ورقم يقص. اوكي عنده حلوه عنده 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 عندك من الى عن على حرف الجر كاف لا في الباء قالوا كلهم لا 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 صفقوله سؤال اولى ابتدائي قال لي يا تجيب سهاله يعني خصم 50 دينار اي يا رب عوضها السؤال الثاني السؤال الثاني يقول من هي الفنانة المصرية التي قامت بالبطولة الرئيسية لمسلسل في لا لا لاند؟ تذكروا أن عندكم اختيارات تقدرون تشترونها تايم. إذا ثانوية فلسطين هنا الزاهد ما الزايد هنا الزاهد موجودة بالمسلسل صح بس مو هي الرئيسية فكر اللي عندها توأم ما أعرف اسمه لا لازم تعرف اسمها قلنا يعني نص المبلغ نص المبلغ ما أعرف اسمها ما يمشي معي هذا شيء أبي اسمها أنا قايل البطولة الرئيسية قايل البطولة الثانية لا قايل البطولة الرئيسية حاول تتذكر اسمها ما اعرف مثلا نقول مريم مثلا نقول لا مثلا نقول دنيا سمير غانم من هو؟ صح سمير من هو؟ دنيا خصم 50 دينار يبا ليش خلاص كان خذيت اختيارات اي والله في اختيارات عندنا خطه وتكفي ما عليه ما عليه يلا عندنا السؤال اللي بعده يقول ما هو رابع اطول جسر في العالم تايم ثانوية إبراء يعقوب الغنيم رابع أطول جسر بالعالم جسر جابر جسر جابر الأحمد الصباح والإجابة صح خصم 50 دينار السؤال الرابع يقول ما هو الشيء الذي يراه الأعمى تايم أشوف ما ضغطتوا شباب أنا ضغطت أنت وضغطتوا شباب تفضل الذي يراه الأعمى أسود الله ما تدري سواد لا وما حد يدري غير الأعمى بس في شيء واحد كلنا متفقين أنه يراه الأعمى اللي مغبش الظلام مغبش وليش لقب عندكم وقت لا الحين طالع أنت إيش كثر قاعد تعطيني إجابات وأنا قاعد أقول لك لا سواد أبيض بس الوقت خالص الوقت تشوف. خالص في إجابة يقول شو اخضر شنو يا حبيبي اخضر جاكيت نوع 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 قال اجرب إيه. اوكي عاد عاد خصم 50 دينار شو الحلم الله يا صح صح حلوه والله حلم حلوه صح صح والله صدق والله حلوه فعلا فريق اعداد يعطيكم العافيه خوش اسئله والله يلا روح حق السؤال اللي بعده جاهزين جاهزين ان شاء الله اخر سؤال بقيمه 50 دينار الوقت شمر ضراعه يدكره بس عادي 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 ارفع شمومك ما عليها مخالفه السالفه ابدا السؤال يقول لماذا سميت منطقه قرطبه بالكويت بهذا الاسم تايم الله يا قرطبه وايام خريج ثانويه الاصمعي بقرطبه فاحب قرطبه انا ليش الحين سموها جاسم الخرافي انا هنا احبها جاوب ولا شنو جاوبي اي تفضل لان في منطقه باسبانيا اسمها قرطبه جابوا كات حق المسلمين والله العظيم انك صح وخصم 50 دينار تيك توك شايفها صح عليك تيك توك شايفها والله طلع تيك توك يثقفكم والله طلع مو بس لايفات وجولات لا 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 مو بس كبس وفي بعد في معلومات بلا بلا ودي اعطيك اسد بس مو بيدي الموضوع مو بيدي الموضوع نرفع قيمه الاسئله الى 100 دينار حلوين أذكركم أن تقدرون تبوقون السؤال تشترون اختيارات بقيمة 30 دينار وإذا جاوبته وصح الأمية تنخصم من الفريق بس الثاني بس سؤال ببوق السم الله ما في بوق أسئلة هني ما في الحين يعني السؤال نفسه حق الفريقين من يبوقه لما تضغط على البز أول هني أنت خذيت السؤال فهمت قصدي فهمت
اذا هم طقوا على الباز اول ما تقدر تبوق السؤال منهم. بلوك حق حلوين؟ بلوك حق واحد فيهم بس. شباب بتطقون بلوك؟ لا لا لا, 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 لا ما قلنا شيء. بلوك؟ لا لا قاعد نشوف بس قاعد تقرون المنيو؟ اي تمام. السؤال رقم 6 بقيمة 100 دينار، ايدكم ورا ظهركم شباب كلكم. ما هو اصل البسبوسة؟ تايم. تركية. اللي بالقشطة ولا السادة؟ اثنينهم. تركية. مبين اني احب بسبوسة بالقشطة ولا مو واضح؟ لا واضح. احد ببيتهم يسوي بسبوسة بالقشطة حلوة؟ احنا بيت. عبد الله لو سمحت دزها. حاضر. باكر انطرها على الفطور. حاضر. لا حاضر تفطر عندنا تفطر عندنا. بس مو احسن من بسبوسة الوالدة ترى. لا اله الا الله انا اقبل اي بسبوسة بالقشطة. هذا يعني طبقي المفضل وعلى فكرة اجابتكم صح. خصم 100 دينار. عسى ربي يحفظ لكم اهلهم ويطول بعماركم ان شاء الله يا رب. السؤال السابع بقيمة 100 دينار يقول ما هو عدد زوايا المستطيل؟ تايم. باكر قبل تايمر. لا لا عندهم اوكي المستطيل ثلاث اضلاع وثلاث زوايا. شكل هل مستطيل مو المثلث. مستطيل اربعة. ايه خف خاطرك سمبوسه. اي والله استحيت. جبت الاولى اربعة 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 والوقت ما خلص لين ما خلص اربعة يعني غلط اربعة الوقت ما خلص. اجابه صح خصم 100 دينار. انا اجابتي الاولى كانت ثلاثة. شلون؟ اجابتي الاولى ثلاثة. اي خلص شوي انت اعطيتكم 20 اجابة. لما كان عندك دقيقة لما كان عندك وقت وقلت لي انا الزاهد شنو قلت لك؟ صح؟ اتوقع بين الحقد الحين شباب. اي قاعد يبين جنة حازة. السؤال رقم 8 يقول الى ماذا يرمز اللون الاصفر في اشارة المرور؟ تايم. شلون؟ والله اسم الله عليهم سريعين. بس شباب بعد اذنكم لا تكسرون البازار. حاضر. شباب ما عليه ولا اخصم من فلوسكم اصرف. نبي نعكس السؤال. نبي نعكسه. ما يصير. ليش؟ لانه السؤال محطوط حق الاثنين. اي صح شلون لازم قبل. اوكي ما في والامور طيبه. تفضلوا يا شباب. انا ريح او استعد او اهدأ او طق بريك لا تدعم خلق الله. انتبه يعني او هدأ. يقول ريح يقول بسرعه. يقول ريح الحين شنو؟ شنو؟ يا اعطيتني 70 اجابه اي واحده اخر. كلهم نفس المعنى. كلهم نفس المعنى والمعنى. استعد. صحيح 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 خصم 100 دينار. الحمد لله الحمد لله. السؤال القادم يقول ما اسم الفيلم الذي غنى به الفنان أحمد سعد أغنية الغزالة ريئة؟ تايم. الغزالة ريئة والناس الحلوة فيا حبيبي يا جمال ومال والمكسين علي ما تقرب مني حبة طب لسه شوية حبة. ما حد يبي يشتري اختيارات وحياة صح. نبي اختيارات اختيارات. نبي اختيارات. والرأس دي لدى قلبي. اختيارات. يضغط. اختيارات. أخذ السؤال. بس خلاص خلينا. 30 دينار. 30 دينار. اشتروا فيها اختيارات. استعد كل نعم. هل هو فيلم؟ أعطوني اختيارات شباب. من أجل زيكو كده رضا اللي اختشوا ماتوا. لولا من أجل زيكو. إيه. والإجابة صح شباب خصم 100 دينار. والغزالة ريئة والناس الحلوة فيها. لازم تسوي له هذه. آخر سؤال بالجولة. السؤال يقول ما هو لقب نادي السالمية الرياضي؟ تايم. لا خلاص. قلنا قلنا. رهيب. رهيب. أوه. هذا سؤال اس تي سي ابجريد. اس تي سي مخشوش بهالسؤال. شو يسوي الابجريد؟ سوي. يا طويل العمر ما يخصم من احد ولا شيء. حلو. الله اس تي سي الله. ولو كنتم جاوبين غلط ما كنت راح اخصم منكم واهما ما راح اخصم منهم وبالمقابل ياكم ايفون هديه عليكم بألف عافيه شباب بالمبارك حق منو زين عاد انتوا يلا راح الايفون عاد راح الايفون راح ترى كنت ترى كنت موعده حق واحد انا راح الايفون بس راح ما عاد انا قلت لكم في ايفون من خش بسؤال ما عليه طلع من خش بهالسؤال. حلوين 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 خلصت الجوله اخذوا نفس عميق
وعلي متروقين طق احنا خذوا نفس عميق عميق يلا شهيق زفير تمام خريجين ثانوية فلسطين ايش كثر بقى بحسابهم 935 دينار هذا هبوط حاد في سهم ثانوية فلسطين صح هم كم عندهم ثانوية يعقوب الغنيم ايش كثر بقى بحسابهم 1155 شباب برافو عبريك شباب برافو 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 انت مقدمنا لما تكون انت مقدمنا نفوز ان شاء الله مقدمكم وين اقصد يعني قصدك بحفل تخرجكم ان شاء الله ان شاء الله اكيد تبوني اي اقدم حفله تخرج هاي المبلغ لا فزتوا فيه دفعوا خلاص بس عند الباب على هالخشم تبشر فيه وبدون مقابل تامر امر يا بختي افرح وياكم بهاليوم يعني هذه بحد ذاتها بالنسبه لي هديه دلعتكم حكي حلو حلو لهني بقت الجوله الثالثه وشباب لا يغركم ترى بالجوله الثالثه سؤال واحد بس ممكن يعفس الميزانية كلها فللحين عندكم وقت ان انتم تعوضون ويبين معانا انتم ايش راح تسوون بالجولة الجاية ان شاء الله نطلع فاصل ونكمل بالحفظ والصون الجولة الثالثة بالجولة الثالثة كل فريق منكم رح يجاوب على ثلاث أسئلة رح تكون عبارة عن ثلاث صور ثلاث فئات شخصية مشهورة عمل فني أو أكلة كل مرة متسابق من الفريق رح يطلع وبتبين على الشاشة صورة بيشوفونها فريقة وهو لازم يصيد الصورة من خلال أسئلة يسألها فريقة وهم عاد ممنوع يجاوبون إلا بإي أو لا شدوا حيلكم ترك الصورة سعرها 120 دينار عبد الوهاب ما أكثر حسين لا والله أنتوا راح تلعبون على الفئة الأولى أكل عيل نقول بسم الله عبد الوهاب حياك الله يحفظك طالع ربعك أصعد فوق هني عند العلامة قاعد تشوفها طالع ربعك طيب ظهري ايه عذروا سموها شباب لا ايوه راح تطلع لهم صورة أكلة لازم تسألهم وتسولف وياهم لمدة دقيقة هم ما يجاوبون إلا بإي أو لا لين تعرف شنو الأكلة حلوين؟ أنت اللي تسأل أي كلمة زيادة غير إي أو لا عليها مخالفة 15 دينار حلوين؟ شباب تبون تخصمون عليه وقت تخلون وقته بدل الدقيقة 30 ثانية لا خلاص خليه؟ اي خلاص عيل يا حبيبي يا عبد الوهاب توكل على الله بلش دقيقتك يلا ريوق شباب؟ لا غدا؟ لا عشاء؟ لا وجبة رئيسية؟ لا سويت كذي؟ حلو نوع السويت يعني فرنسي؟ لا حلو ما له شغل بالدول؟ بلا لا شغل هذه 15 دينار مخالفة لا ايش دعوة سؤالك كله من سؤالك قطيت ربعك انت حاول اسئلة اي او لا بس اي اوكي مشهور فوليوم شميل زين تراميسو ايه اخ ايه يابا عليك ترى سويت بيت خوالي عمامي كله عندي ترى الله عليك الله لا والله راح انزلك والله راح انزل يعني ما اسمع ما طولها خشمك كفو عليك الله يطول بعمرك من اول انت غاش لا لا والله. لا لا والله العظيم محشوم محشوم اتغشم وياك برافو شباب صعبها موفقين شدوا حيلكم صعبها على طول يا قال لك تيراميسو شلون عرفت والله شوف في قهوه اسمها تيرافيليتش اعتقد او شيء تمام هذا والله خال دائما يطلب منها عرفت وبعدين نفس ما قلت السويت مشهور صح عرفت شلون؟ تراميسو بعد ما يحتاج. روحوا ايطاليا وجربوه شباب. الله الله سمع شوفوا شوفوا الثقة اللي قاعد اسولف فيها يا جماعة. حسين. توهقت صح؟ توترت صح؟ حياك. على فكرة الشطارة اللي سويتها ان تسلسل اسئلتك كان صحيح. مما سهل العملية، فأنت سوي نفس تسلسل الأسئلة ها؟ إن شاء الله. شباب تب تخصمون منه وقت؟ لا لا لا. تبونا يشرح بدون كلام؟ لا. فلوس بنزين. ياخذ راحته. دقيقة حق حسين تفضل أكلة رئيسية لا
لا. غدا؟ غدا؟ لا. عشاء؟ لا. ريوق؟ إيه. كويتية؟ إيه. توقع كويتية. كويتية كويتية إيه. خبز شيء في شيء. إيه إيه إيه. إيه. شباتي؟ لا 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 شباتي كويتية؟ أقدر أقول أكثر من جواب. إيه قول إيه. قول عيش. شباتي. أتوقع طعم مع الجبن. آه. خصم 15 دينار. لا توضح يا عزيز. ينحط مع الجبن. لا والله. إيه. ما بقى شباتي شيء ثانية. خبز إيراني. لا. خبز. لا. توست. لا. بسرعة قول قول قول. خبز عروق. لا. خبز رقاق. لا. خبز عروق وجبن. بسرعة بسرعة ثلاث ثواني. شاي. خلاص وقت. شباب. شنطة كويتي. كنت بقول لكم إذا تبون تشترون 30 ثانية زيادة يمكن صاحبكم يصيد، بس أنت قلت الإجابة. الإجابة فطير مشلتت يا حبيبي. عاد لذي. بيتنا كل يوم الصبح يطلبونه يعني. منو اللي يطلبونه كل يوم الصبح؟ جعل مداخيل العافية عليكم يا رب. عزيز ياك حياك وحيك. صار دوره صار دوره صار دوره. جاهز؟ جاهز طبعا. شباب تخصمون وقت؟ عادي. نخصمك. تخصمون وقت؟ نخصمك. 30 دينار 30 ثانية. لا 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 اوكي ما عندي. لا 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 لا. اعطوني دقيقة تعزوز. ها انا وطالب سم غششه وطالب بالفر. لا كلام غير صحيح. وطالب بالفر. زين شنو انا والله طالب بالفر. الفار يحكم. الفار يحكم. الفار يحكم. شباب غششه وطالب شنو بده الشيء. اي متاكد. اي عزيز عليك الحق تقول لي الحق. غششته؟ لا والله ما غششته. اصلا انا ما ادري منو هذا. اليم اليم. لا انا لا لا دقيقه انا شرحت له وما يدري منه حتى ما فضحكنا فقلت له منه وانا اقدر احلف. لا 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 لا, لا, لا ما قلت حق عزيز قلت حق عبد الرحمن. اي اوكي هو سمعه بحد. لا انا احلف انه والله ما سمع. والله ما حتى ما ذكر لي اسمه يعني ما يصير كذي. اي المفروض ما يسوي يا شباب. لما شباب خلونا اخوان لازم نعلي اي نوع من انواع الجدل. راح اغير الصوره. حلو هذا حقنا نطالب حق. يا عفو عليك غير الصوره. شلون نطالب بالحق احنا. اي على فكره الصوره اللي كانت طالعه لي مارادونا تعرفه؟ شلون منو ما يعرف صاحبك ودرنا مارادونا. ما عليه ودرنا ودرنا. يلا مو مشكله خير بغيره ان شاء الله باذن الله. اي لاعب والله ما كنت شيء عبد الله بعد لاعب. بدل بدل ابدل ابدل لا ابدل ابدل لا 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 دقيقه دقيقه ايش قاعد يصير قاعد تلعبون ما ادري ما بلشنا ما ادري انا اعتذر عن دقيقه اي عفالك انت قولوا لي اذا بلش ولا لا لا راح اقول لك بس اوكي حلوين حلوين جاهزين جاهزين تفضل تايم يلا مغني اي ريال اي خليجي اي كويتي اي عبد الله رويشد لا نبيل شعيل لا بدر شعيبي لا عبد العزيز لويس لا خالد مظفر لا قديم لا شاب يعني ايه قلنا بدر شعيبي لا شنو اقول لك شغله لا اوكي كم باقي الوقت 40 ثانيه كويتي كويتي شاب كويت مليانة مليانة عشان شي أنا مخي انضرب الحين. يلا فكر. عيسى المرزوق لا عار معقول معقولة بشار شوفة كنت بقول له ممثل ومغني بنفس الوقت بس مع الأسف بس شنو نوجه له تحية أكيد أبو حمني الغالي حيو يا جماعة حيو 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 ما علي ما علي خير إن شاء الله شلون يبا؟ أقول خير إن شاء الله خير قلت اللي بالي كله قلت اللي بالي كله ما هي بالبعض أوكي شباب نظرا لتبديل الصور اللي صار
فالحين كل ما تبقى لنا راح تلعبون انتوا الاثنين على نفس الشيء. اوكي. يعني انت راح تلعب على عمل فني وانت راح تلعب على عمل فني وانت راح تلعب على عمل فني. واضحه؟ واضحه؟ واضحه. واضحه؟ واضحه. حياك عزيز. تب تخصمون شيء شباب؟ لا لا ان شاء الله ما لا لا. عيني العطوني تايم. شنو فيلم؟ يلا. تفضل. بلش. بلش. فيلم؟ اي فيلم. كويتي؟ لا. لا. خليجي؟ لا. عربي؟ لا. انجليزي؟ اي. اي. ديزني؟ لا. لا. تي سي؟ تي سي؟ لا لا لا. باتمان هذول؟ لا لا لا. مارفل؟ لا. لا. اكشن؟ اي 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 اكشن. في سلسلة منها نفس فاست فيور كذي؟ لا لا لا. لا. معروف حده؟ اي معروف. إيه معروف فيه. إيه. ترمونيتر؟ لا لا. اسال 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 زياده. ما ادري. كل شيء كل شيء كل شيء. ممثل بطوله كبير ولا صغير؟ ما يصير. السؤال اي ولا؟ اسال كبير اسال. كبير ولا صغير؟ الاجابه راح تكون كبيرة او صغير. كبير؟ اي. كبير. اكشن كل اكشن؟ يلا بسرعه بس طلع 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 كل اسامي البول. ما ادري مو مشكله. جط جط فاس فيروس جط جط. خلاص الوقت. انا دقيقه بس شلون قلتوا له اكشن؟ انا اولي قال اكشن. فيلم كلش مو اكشن. لحظه، فيلم خيال علمي يعني مارفل كذي؟ لا معلش انا هذا كله برا الحسبه. انت خسرت 120 خسرت. بس بشوف راح تعرفه لو هم مو مبوشين. ما راح اعرف اتوقع. فيلم خيال علمي. انترستيلر ما شنو هذا شيء كذي؟ لا مو انترستيلر. اه شو اسمه هذا؟ وادك نسيت. شوف عيال على الشاشه شنو الفيلم اللي كان طالع. شنو؟ راح تعرفه. افاتار. والله كنت بقول اقسم بالله. كان قلت؟ قالوا اكشن. شنو هذا اكشن؟ هو اللي قلت لكم انتم اللي ضيعتوا. انا ما مو شايف الفيلم يعني فما ادري هو اللي قال. اللي ضيعتوا فيلم خيال علمي هذا. زين. ولا طلع مين مره هذا؟ اسال كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. خيال علمي فيلم اكشن. اسال كل شيء. والله صغير. مرة ولا أسبوعي يمكن طلع كويتي ترى فيلم كويتي. تفضل. تب تخصمون شيء شباب؟ لحظة بس خلينا نشوف. يلا. جاهزين؟ أقسم بالله سهل. لحظة ثواني. تفضل. نخصم 30 ثانية. 30 دينار خصم 30 ثانية. شباب مسموح لكم تشترون 30 ثانية إذا خلص الوقت مرتين مو مرة واحدة. أوكي؟ تمام ماكو مشكلة. تفضل عطني تايم. يلا. فيلم خليجي؟ لا. انجليزي؟ ايه. قاعد ما تعرف ليش؟ لسه لسه روح روح روح. ما تتابع المشكلة. أي شيء تعرفه. وفي حد. اسأل شيء. أي شيء اسأل. اسأل. لا تسأل قول أسماء ورا بعض. عندك وقت. بس خلص تايم وقت وقت بس بس لا 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 ارجع شباب. ها مو فيلم سنه 120 مسلسل. هذا مسلسل مسلسل ما راح تعرف. الحمد لله والله ما عرفت انت ما شريت. بس السؤال يصير نص وقت ايه ولا بدون كلام ولا شلون؟ ما فهمت. تقدر تشتري كل شيء. تقدر تشتري خصم 30 ثانيه وبدون كلام. كل واحده منهم قيمتها 30 دينار. حلو. بس راح يطلع عليه يطلع بعدين يقرر. ايه ايه اوكي خلينا نشوف. حياك العبد. طبعا انا ما عرفت بدون كلام الحين شلون بشرح له. مع كلام ولا بدون؟ ما ادري هم يقررون. نقرر بنشوف. ها شباب. ها شباب. بدون كلام. دقيقة شباب. ما قلنا شيء. دقيقة دقيقة دقيقة. لا ما يصير ترى ما يصير. ما سووا. ما سووا. ما سووا شيء. الحق حق. تفضل عبد الوهاب. شو الاختيارات يا ما بدون كلام يا شنو؟ شنو؟ تصير اثنيناتهم ها؟ ايه. بس اثنيناتهم شنو الخصم 60؟ ايه. بس راح يعرفها حجي. زين شنو الخصم؟ تابع افلام كنا صح؟ والله باين عليه تابع. بسرعة. واضح. خلاص خلاص بدون كلام. بدون كلام. بدون كلام. وقت وقت و30 ثانيه خصم. شباب تبون ترجعون الكلام حق صاحبكم ب50 دينار؟ لا 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 تبون لا 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 اوكي. تعرف القوانين؟ فيلم ايه مسلسل اوكي. مسرحيه تعرف ها؟ ايه. تمام
عيل عطوني التايم. يلا اشرح. يلا بدو. ما ادري ما ايش قاعد تسوي انت؟ ليش قاعد تشرح؟ ها ما يصير. سنة فيها خصم. ما يصير يشرح. جاوب خصم 15 دينار. جاوب. خلاص حق. جاوب. تايتانيك. تايتانيك. كمل كمل. سرب خلص الوقت. تبي تشترون وقت؟ 30 ثانية. اشترى وقت وعطي كلام حبيبي خلصت. اشترى وقت. 30 دينار شروا وقت 30 ثانية. تبي تشترون له كلام؟ اشترى له كلام. 50 دينار شروا الكلام. تفضل. شيء لا بالبحر وكذي؟ لا. كويتي؟ لا. مسلسل؟ لا. فيلم؟ اي. اجنبي؟ اي. امريكي ولا شيء؟ اي امريكي. بريكنج باد؟ لا. بروز بريك؟ لا. شنو؟ اكشن؟ اي اكشن اكشن اكشن. معروف حيل؟ اي حيل حيل حيل. اسال اسال بعد اسال اسئله. شنو في اسئله؟ خلص الوقت. عادي زين لا بس بس حبيبي شنو شنو ما نبي حبيبي ما نبي بس بس مرحبا خلاص ارجع مكانك. على فكره عبد الله انت فلصت بس هو ما استوعب ترى قلت ليش ليش اكو شرط شيء قلت لك سويت اي شيء انت فلصت بس هو ما استوعب. انت قلت شكله شاطر بالافلام لو هو مركز كان استوعب ان الصوره اللي طالعه فيلم بس هو اللي ما ركز. انت شنو قلت فيلم بس ليش قلت مسلسل ما قلت فيلم ما قال قاعد اسوي له كذي مش صار انت زي ما قلت له كذي اقول تايتانيك. يلا اخر ميزانيه تطلع على الشاشه. سعود عطني ميزانيه ثانويه فلسطين. شنو 435. يا ليل الليل اخر جوله فاز نطلع كذا. فواز عطني ميزانيه ثانويه يعقوب الغنيم 840. مبروك شباب وصلتوا للجوله النهائيه. حيهم حيهم يستاهلون يستاهلون يستاهلون. فرق 405 دنانير مو عادي الفرق. برافو شباب تفاهم بينكم جبار. قلب واحد قلب واحد شدي متماسكين. وان تيم وان هارت صح حتى نقطه علينا. خريجين ثانويه يعقوب الغنيم وصلوا الى الجوله النهائيه وخريجين ثانوية فلسطين لعبنا معاكم ثلاث جولات حلوة ولكن هني انتهى مشواركم بالبرنامج. بس اخوي علي ممكن سؤال؟ سم ترى اخواننا والله ونعبيهم والله وغالين ومن باب اللعب ترى اكيد عبيبي. اكيد يستاهلون تحية يستاهلون تحية. قواكم الله يا شباب قواكم الله يا شباب. استانسنا بشوفتكم نورتونا مشكورين وما قصرتوا. بعد الفاصل راح ألعب مع خريجين ثانوية يعقوب الغنيم الجولة النهائية في بالحف وصن. مبروك ما بغيتوا توصلون؟ يلا هانت اخذوا نفس وحاولوا تحفظون 40 اسم دقيقة ونص وعلي رح يسأل 5 اسئلة. هذه أهم قوانين الجولة الرابعة ولكن اللي ما يعرفونه الشباب إنهم عندهم سيناريوين حق اللعب. خلينا نشوف أي واحد راح يختارون. شباب عندكم خيارين قبل لا نلعب هالجولة. خيار الأول صوتون حق واحد يلعب ضدي إذا فزت عليه أخذ 840 دينار. خيار ثاني إذا فاز علي أرجع لكم 1500 دينار كاملة. ثاني الخيار الثاني تلعبون على مبلغ 840 دينار فقط لا غير لا زيادة ولا نقصان ولكن ضد بعض وفي حالة تعادل بينكم وبين بعض بالنقاط يسقط المبلغ وتطلعون بدون ولا دينار. أنا أتوقع بيني وبين بعض. بينكم وبين بعض؟ ما فهمت شلون؟ يعني هي لعبة واحدة. نفس الخمسة أسئلة إذا لعبها ضدي واحد أو لعبتوها ضد بعض ما راح تتغير. لا بينه وبين بعض. إحنا لا لا.
احنا ما نقدر، انت قامه ما شاء الله، احنا ما نقدر. لا ما له شغل، ما نتعداك طبعا. تدرون شنو اللي ضيق الخلق؟ ايه؟ لما تلعبون على مبلغ 840 وبعدين تكتشفون لما تشوفون الاسئله ان كان بامكانكم، كان بامكانكم ان انتوا تردون ال 1500 كامله. شباب ما له داعي، اهم شيء استانس. تبي تلعبون على المضمون؟ على المضمون اكيد، على المضمون دائما. شباب راح تشوفون اللعبه، راح تطلع قدامكم صوره فيها 40 نادي، 40 اسم نادي كويتي خليجي عربي وعالمي. بعدها راح اسال 5 اسئله، في حال ما جاوبتوني على ولا سؤال منهم ما راح تاخذون الفلوس. في حال عبد الرحمن جاوب، عبد العزيز جاوب، عبد الوهاب جاوب وتعادلت نقاطكم نقطة نقطة نقطة، ما حد فيكم فرق، ايضا راح تسقط. يعني سؤال سؤال بس. سم سم الله يدوك. يعني احنا الحين 1 2 3 حلو، لازم يعني 2 ما نجاوب على سؤال، 1 جاوب على السؤال كذي يعني. والله عاد انتم كيفكم شلون بتقسمونها هي بينكم، ولكن انا اللي احتاجه لازم واحد بس يجاوب صح. انا اللي احتاجه لما اسال السؤال اللي يعرف الاجابه يرفع ايده، اكثر واحد فيكم بيجمع نقاط وبياخذ الفلوس. ليش ما تخلون نرشح واحد؟ اي بس استنوا، اذا بترشحون واحد خليه يلعب ضدي على 1500. لا لا, لا, لا ما احنا على المضمون، احنا على المضمون دائما. شباب لما انا قلت تلعبون ضد بعض مو معناته تتشاورون لما اسال. اوكي بس رشح واحد عاد، انتوا احرار، خلينا نشوف شلون بتلعبون اللعبه. تمام جاهزين؟ جاهزين. اعطوني الصوره، هذيلا الأربعين اسم قدامكم، راح اعطيكم دقيقه ونص تحفظون. حلو كلهم، وبعدها ارجع. على فكره الخمس اسئله ما راح تطلع من هالجدول، الاجابات موجوده قدامكم، حفظوا. تفضلوا حفظوا، الوقت بلش. شوف انا بقعد اشرب عصير تايم وبشوف، انا شايفها خالصه بس خلينا نشوف اذا قدروا ان يغلبون. انا مالي شغل، هم قاعد يلعبون ضد بعض، اشوفها انا والله سهله. تسال النادي مالك شغل شنو اسال، هم انت كيف انت الحين انت بتلعب بالطريقه اللي تعجبك، خلني العب بالطريقه اللي تعجبني. اوكي اي والله ايه، خلوني اقول شيء، الشباب مهينين وايد اذكياء، اختياركم وايد ذكي، بس اتمنى ان طريقه لعبكم توصل الى حد الذكاء اللي قاعد اشوفه الحين. عبد الوهاب كأنك مخليهم يحفظون وحاط عينك بعيني، ما تبي تحفظ؟ يسد عني عزيز ان شاء الله. يسد عنك عزيز، يعني انت بتقعد بس كذي عنصر مساند. هذا اوكي، اهم شيء نطلع 800. اوكي ايوه والله المبلغ حلو على فكره، 840 مو مبلغ عادي. 840 والله حلوه. حلوه حلوه. باقي 25 ثانيه، حفظوا. شلون هم مع الكره ربك؟ بينهم لاعب، بينهم لاعب، احنا مخلين اللاعب ياخذ راحته. المفروض انه يجاوبني على سؤالين او اكثر، اقل بتعفسون الدنيا يا شباب. لا شوف احفظ النادي صعب، عرفت النادي سهل خله. لا يعني اظن اغلب الانديه الموجوده انديه معروفه، يعني مو حاطين نادي مو معروف. ملقا، برشلونه، الزمالك، الاهلي، فلامينغو، سانتوس، يعني قاعد تلعبون على تكتيك 1500 بس انتم احرار. انا منغث ومنقهر ان التكتيك اللي قاعد تعتمدونه ممكن يرجع لكم 1500 اخ اذا جاوبتوا على كل الاسئله صح. ان شاء الله راح تحرقون قلبي والله. جاهزين؟ لازم كل الأسئلة صح. السؤال الأول يقول من هو النادي الملقب بالسيدة العجوز؟ أضغط؟ لا قول. يوفنتوس. صح. السؤال الثاني يقول ما اسم النادي الذي فاز بأكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا؟ ريال مدريد طبعا الملكي. صح. شوف ايش كثر قاعد تقهرني انت بالذات. ها انا اي، لان انت اللي صممت على هالج... على على هال. لا كلنا كلنا. لا 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 والله كلنا. لا 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 لو مرشحين كلنا على قد لو مرشحين يا شباب. انا ابيكم كنتوا تاخذون ال 1500 والله، لاني عارف الاسئله اللي بيدي، بس انتوا اخترتوا 840. السؤال الثالث يقول في اي فريق برتغالي لعب رونالدو قبل التوقيع مع مانشستر يونايتد؟ سبورتنج لشبونه. صح. السؤال الرابع
ما هو النادي الحاصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سنة 2016؟ ما يجاوب على كل الأسئلة لازم. لا ليش خي يجاوب بعد؟ أو بالنهاية وبروحه قاعد يجاوب. تعرفون؟ بس حتى إذا جاوب خمستهم عادي يأخذها. راح يأخذ المبلغ الباجي بس. الحين حتى هو جاوبني ثلاثة خلص. مانشستر سيتي. الحين حتى لو يجاوب الباجي غلط هو فايز خلاص. الحمد لله. مانشستر سيتي. لا ليستر سيتي. صح 16. السؤال الخامس والأخير، اذكر أسماء خمس أندية تلعب في الدوري الإيطالي كانوا موجودين بالجدول. يوفنتوس. صح. انتر ميلان. صح. اي سي ميلان. صح. ليفانتي. ما كان ليفانتي ما يلعب بالدوري الإيطالي. لاتسيو. هذه مني لك لأنك تستاهل. فيورنتينا. فهمت ليش كنت متحسف؟ مو مشكلة. ولو لاعبين ضدي من قال لكم أني أنا يعني أبد الوحش الأخير ما راح أساعد؟ أنا لصالحي أن أنتم تفوزون، أنا مو لصالحي أن أخسر أحد شيء. عشان كذي رديت عرضت 1500 على الطاولة مرة ثانية. بس أقول لكم شيء، عفارم خذيتوا 840 بحق واستحقاق. استاهلون شباب. أنت شاطر، ويعني أتوقع لو بعد في سؤالين زيادة كنت راح تأخذهم، ولكن خريجين ثانوية يعقوب الغنيم مو طالعين بدون ولا دينار، طالعين ب 840 دينار وداخلين السحب على سيارة جي اي سي امباور رياضية. وشرفتوني ونورتوني وأسعدتوني، وعليكم بألف عافية وألف مبروك يا شباب. الله يبارك. ألف مبروك يا شباب. شباب بعد شوي لما نعد للثلاثة أبيكم تصرخون معي تقولون اشلع. تمام إن شاء الله. إلى هنا وتنتهي حلقتنا اليوم. طلعنا 800 اشلع. أنا ب 800 أكيد. المرة الجاية راح أرد انطلاقة بنفس الوقت. شكرا لكم. دوري خيالي لعبته اليوم مع الشباب، ديربي عجيب، العبوث ثانويتين ضد بعض، كم معلومات وثقافة، وغيرنا جو واستمتعنا. نلاقيكم باكر بنفس الوقت. تصبحون على ألف خير. 1 2 3 اشلع اشلع على اشلع، طايف يبقى اطلع، وين رحت عنها اياك ما ترجع. كلنا ننتظر سامع شنو قلنا، ولا انت ما تسمع ان رحت عناها. سامع شنو قلنا، ولا انت ما تسمع. باكر ترى لنا لقاء، شوفك صعب نفارق، وبغيبتك يعني شك، باكر ترى لنا لقاء، سامع شنو